وده رد فعلي بعد ما خلصت المسلسل وعندي أسئلة كتير جدا مش لاقي لها أي إجابة وما توضحتش في نهاية المسلسل. Excuse me, what the fuck? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلسل ديفندنج جيكوب، مسلسل من انتاج ابل تي في بلس، وبصراحة ابل تي في بلس عاملة شغل عالي قوي، يعني اعتقد بدأت السنة دي من اول السنة دي بدأت، ويعني عاملة شغل حلو. وبصراحة بالنسبة لي، هل يعني انا عندي سؤال كده لنفسي، هل هي هتكمل على المنوال ده، هتنزل مسلسلات حلوة؟ طبعا يعني انا ما شفتش غير المسلسلين، وفي كم مسلسل شفت منه كم حلقة ولسه يعني هكملهم بعدين، بس شفت سي وسي ما عجبنيش قوي، تمام، وقلت في مراجعة ان هو ما كانش زي ما كنت متوقع، تمام. بس مسلسل ديفندنج جيكوب حلو، وابل تي في بلس بالنسبة لي عاملة شغل حلو، وحاسس ان هي ممكن يعني تحط على نتفليكس، تمام، لان هي بتصرف جامد وبتختار مواضيع حلوه. بس نتفليكس في الاول كانت طالعه كده، كانت طالعه باعمال جامده وحاجات تقيله، تمام، بس ابتدوا ايه يحلبوا، ابتدوا يمطوا في الحاجه، فابتدت تبقى رخمه وابتدت تبقى ممله. عن نفسي افضل ان هي تستمر بالشغل ده. لو هتنتج في السنه مثلا 4 مسلسلات يا معلم، مفيش مشكله، وتجيب نجوم زي اللي بتجيبهم في المسلسلات دول، ومنهم كريس ايفنز اللي هتكلم عليه دلوقتي، ان هم لو هيعملوا مثلا 4 5 مسلسلات في السنه بس فيها ممثلين تقال بقصه تقيله وحلوه، ما عنديش اي مشكله، احسن ما تنتج في السنه زي نتفليكس كل شويه تقعد تنتج مسلسلات ومش كلها قد كده، في اللي حلو وفي اللي وحش، وفي اللي بيبقى حلو وفي بعد ما بيلاقوه حلو بيمطوا فيه ويحلبوه ويخنونا منه، زي 13 ريزون واي ولا كاسا دي بابيل، دول مثالين قريبين جدا على الحلب والمقت ده كده على الشبكه المنتجه. المسلسل بصراحه بالنسبه لي مسلسل رائع جدا، متاخد من الروايه بنفس الاسم، والمسلسل يعني بالنسبه لي انا لما عرفت ان كريس ايفنز كابتن امريكا كل اعماله افلام، انا عمري ما شفته في مسلسل، تمام، ولو طلع في مسلسل ممكن يكون طلع زمان مثلا وهو لسه في بدايته، بس لما خلاص بقى معروف وكابتن امريكا ويعني الادوار اللي هو بيعملها دلوقتي، فانت عمرك ما شفته في مسلسل، فانت تطلع تشوفه في مسلسل ومش اي مسلسل، يعني مسلسل طالع فيه محامي وكمان اب وعنده عيله وعايز يحميها، بالنسبه لي انا ده شيء رائع جدا، ده شيء اني اشوف كريس ايفنز الشاب الوسيم اللي بيطلع في الافلام، يا اما يكون كابتن امريكا زي ما بنشوفه والجندي المثالي والشخص اللي عايز يساعد اي حد، او مثلا الافلام اللي انت بتشوفها له وهي مش وحشه بالمناسبه، تمام، بس عشان محدش يفتكر ان انا بنتقد الافلام دي، انا بتكلم على النوع اللي انت متعود تشوفه منه من الافلام والاعمال اللي انت متعود تشوفها، فلما تيجي تشوفه في مسلسل بشكل تاني خالص، ان هو اب وبيدافع عن عيلته وعايز ينقذ ابنه، ده بالنسبه لي بس لوحده كده ده شيء رائع، بعيدا بقى عن التمثيل اللي عمله في المسلسل، عن الاداء بتاعه وعن الحبكه والقصه، كانوا حلوين جدا، بس كنت عايز اتكلم على كريس ايفنز اللي اشوفه في مسلسل لاول مره في حياتي. المسلسل بقى بيتكلم عن اندي اللي هو كريس ايفنز، وهو مساعد محامي في مقاطعه عايش فيها هو وعيلته، وشغال محامي بقاله 20 سنه، وكل الناس بتحترمه وكل الناس بتقدره وعارفه ان هو شخص كويس ومفيش قضيه بيسيبها وكل القضايا بيحلها والناس كلها بتحترمه، وحياته بتتقلب فجاه لما يلاقي ابنه متهم بجريمه قتل لواحد صاحبه في المدرسه، ويعني والقضيه لابسه ده كده على القصه. وانا كده اتكلمت عن القصه، واللي جاي بقى هضطر احرق لاني عايز اتكلم في كام حاجه مضايقاني في المسلسل، يعني هقول الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش في المسلسل، فعشان كده هضطر احرق. فلو ما شفتش المسلسل روح شوف المسلسل، المسلسل 8 حلقات يعني مش كتير جدا ومش طويل، فتخش تخلصه في قعده واحده، وممتع لو انت يعني خايف مثلا ما تستمتعش وكده، لا ممتع وكل حاجه. المسلسل من حيث القصه، القصه رائعه جدا زي ما قلت، هي متاخده من الروايه، انا ما قريتش الروايه طبعا ومش هقراها، انا شفت المسلسل على طول، والقصه كانت حلوه، انت طول المسلسل عمال عايز تعرف هل فعلا هو قتل، مين اللي قتل الشخص ده، مين اللي قتل الطالب صديق جيكوب ده ابن اندي، والمشكله انك ما عندكش كذا شخص ممكن نشك فيه، لا هو الابن يا قتل يا ما قتلش، واحد تاني كده اتهموه بطريقه معينه هيتضاف للاحداث، ف دول بس اللي كانوا عندك، وما كانتش الكاميرا بتيجي عند الشخص التاني ده ممكن يكون متهم ده كتير، فانت ده مش مركز معاه وانت بتسمع اسمه اكتر ما بتشوفه، تمام، انت عندك الابن هل هو قتل ولا هو ما قتلش، انت طول المسلسل عمال تشوف الموضوع ده، فالحبكه وان انت عمال متشوق وعايز توصل وتعرف مين اللي عمل، كانت حلوه جدا بالنسبه لي لحد نص الحلقه الثامنه اللي هي الحلقه الاخيره، كانت الحبكه رائعه جدا وزي الفل، تمام. هرجع للنص الاخير من المسلسل بس لما اقول بقيه الحاجات اللي عجبتني على شكل التصوير وكده، التصوير كان رائع جدا والاخراج كان حلو، وحبيت ان هما يعني شكل التصوير كده تحسه
ظلامي شوية، يحسسك يعني بالأزمة اللي البطل فيها هو وعيلته، وإنك مش عارف هل الطفل ده ممكن يكون عمل كده. ده الطفل عنده 14 سنة، يعني هل ممكن يكون وصلت بيه الجرأة إن هو يقتل حد حتى لو كان بيكرهه أو حد بيتنمر عليه؟ هل ممكن يكون وصل إن هو لدرجة إن هو يقتل؟ أنت محتار، مش عارف الموضوع ده. فأنت التصوير وفكرة إن الدنيا تبقى غامقة شوية كده، الشاشة تبقى فيها شوية سوائل كده، يعني تحسسك إن الشاشة دارك، فاهمني؟ بيحسسك بأجواء الحدث ده، كانت رائعة جدا بالنسبة لي. في حين ان لما خلاص القضية خلصت وراحوا المكسيك او هاواي اللي راحوها دي، تمام، كانت الشاشة رجعت عادية او التصوير رجع عادي جدا، والتصوير تحسه يعني في بهجة شوية عشان الاحداث، تمام، ان هو خلاص خلصنا القضية والمفروض اللي احنا اثبتنا ان هو بريء وكده وخلاص خلصنا. فالموضوع ده حبيته جدا، مع انه كان قصير جدا ان هم يخرجوا من الظلامية ويحسسك بكآبة المشاهد والازمة فيها البطل لمدة قليلة جدا، بس حبيت الموضوع ده. النقطة التانية بقى التمثيل، التمثيل كان رائع جدا. كريس ايفن زي ما قلت كان رائع، تمام. الطفل اللي هو كان في فيلم ات وطلع في نايف زاوت كان رائع جدا، وحسسني بقد ايه الشخصية دي ممكن تكون مضطربة، او هي ليه كده او عملت ليه كده. انت ده كان اداؤه رائع جدا، وبصراحة الممثلين اللي طلعوا في ات كلهم كانوا موهوبين، فده انا كنت متأكد ان هو هيعمل الدور حلو. الدور بقى اللي عجبني اتنين، اداؤه كان حلو جدا. الاب ده اللي انت لو مش عارفه، لو عارف افلام سبايدر مان القديمة بتاع توبي ماجواير، ده اللي هو الراجل الصحفي اللي هو بينتقد سبايدر مان على طول، وكان شخصية كوميدية. وشفته في فيلم تاني اللي هو المحاسب بتاع بين افليك، تمام، شفته برضه في الفيلم ده، وكان دوره مختلف عن الدور الكوميدي اللي كان في افلام سبايدر مان. وهنا كان دور مختلف تماما، دور الاب المسجون اللي ابنه بيكرهه. اداؤه رائع بالنسبه لي وحبيته جدا، ده على التمثيل. وطبعا الشخص التاني اللي حبيته المحامي المساعد، المحامي اللي هو المنافس ليه، اللي هو الشخص اللي هو تحسه يعني ما صدق لها جنازه ويشبع فيها لطم زي ما بيقولوا عندنا في مصر. ما صدق ان الشخص اللي هو بيكرهه ده وقع في مصيبه وهو بيستغل الموضوع ده وعايز يوقعه باي طريقه. فكان حلو الممثل ده، عجبني جدا اداؤه، مع انه كان حقير جدا بس عجبني اداؤه. الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش وهقول فيها اللي هي من نص الحلقة الأخيرة من المسلسل ده، المسلسل ابتدى ما يعجبنيش، يعني أنا في الآخر ما خدتش أي حاجة، في أسئلة كتير عندي كمشاهد ما عرفتهاش. يعني ليه الطفل ده كده؟ ليه الطفل ده عنده اضطراب؟ يعني ممكن يكون قتل، تمام، ده كده ان احنا اصلا ما عرفناش مين اللي قتل. ليه هو كده؟ ليه هو قافل على نفسه؟ ليه عنده يعني بيخش على المواقع العنيفه دي؟ ليه عنده ميول عنيفه؟ ليه؟ اي نعم فتره المراهقه كلنا عدينا بيها، بس مش كده يعني، لازم تقول لي السبب برضه. هل يعني ابوك وامك بيضربوك بيعذبوك بيعاملوك معامله وحشه؟ لا، ما بيعاملوكش معامله وحشه، انت ما قلتليش ليه هو عمل كده؟ ليه هو عنده الحاله دي؟ ليه احنا عمالين نشك فيه طول المسلسل؟ مسلسل وهو يعتبر كتب اعتراف على نفسه، بس ما عرفناش ليه برضه. يعني انت ما قلتليش ليه هو كده، ده على بس شخصية الطفل. الشيء التاني، هل هو قتل ولا لا؟ يعني انت المفروض تقول لي هو قتل ولا لا. المسلسل كله احنا عايزين نعرف مين اللي قتل. الراجل التاني طلعت لفقت له مع انه شخص مش كويس، يعني بيتحرش بالاطفال، ده شخص مش كويس واتقتل، بس الطفل ده عمل كده ليه؟ قتله؟ هل هو قتل ولا لا؟ هل في حد تاني؟ انت مش عارف، ما جاوبتناش على السؤال المهم بتاع المسلسل، مين اللي قتل بن؟ مين اللي قتل الطفل بن اللي عرفونا طول المسلسل؟ مين هو؟ ما حدش عارف. يعني طول المسلسل عايز اعرف مين اللي قتل، او الطفل ده عمل كده ليه، او قتله ازاي، او كل ده حصل ازاي، انت ما قلتليش الموضوع ده خالص في الاخر. فمن نص المسلسل انا قلت هاخد الاجابه النهائيه واخد ليه الطفل ده كده او ليه عمل كده، لو هو فعلا قتل الطفل بن او صديقه، لو هو مش صديقه يعني اللي معاه في المدرسه ده، لو هو عمل كده عمل ليه؟ ايه الظروف اللي تخليه يعمل كده؟ ايه اللي يخليه يوصل لدرجه ان هو من مجرد بس شخص بيتنمر عليه ان انا اقتله؟ ما قلتليش اي حاجه عن الموضوع ده. ده على موضوع الطفل. الام بقى، يعني الاب بعد كل اللي حصل ده وكل حاجه مش قادر يضيع ابنه، مش قادر يدخل ابنه السجن، مش قادر. الام ليه تعمل كده؟ يعني الام ليه في الاخر تكون عايز تموت نفسها وتموت ابنها؟ يعني اللي هو ما اعترف، فرضنا ان هو اللي قتل، تمام، زي ما احنا خلاص المفروض في الاخر كده نكون شكينا فيه، تمام، هو المفروض لو هو اللي قتل، هل انت كشخص، يعني بتكلم من منظور ليا، يعني جده اغتصب وقتل ولسه لحد دلوقتي عايش، اي نعم في السجن طول حياته، تمام، ده لو فرضنا ان الطفل قتل هيتسجن، فهل انت تفضلي لابنك تكون انت موتيه في الاخر وهو بيموت بيكرهك لانه شايف ان انت موتيه في الاخر وخلاص ما بديش تثقي فيه، ولا انه مثلا فرضنا هيتسجن وممكن تروح تزوريه، هل انت تفضلي انك ابنك يموت ولا يكون عايش بس في السجن؟ يعني انا عارف الاتنين اختيار زي الزفت، مفيش اي كلام،
بس هل انت تفضلي ان ابنك هو بيموت يكون بيكرهك؟ هل دي انت وصلتي للاخر كده خلاص؟ يعني انا لو الصورة واصلة لكم تكون اللي انا اقصده، انا عارف ان الاختيارين زي الزفت، بس ابنك في الاخر هيكون بيكرهك، عارف انك موتيه خلاص، يقول لك هدي 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 السرعة هدي السرعة، وانت مكملة برضو مش وخلاص ما فقدت الامل فيه، فيلا نموت كلنا بقى، تمام؟ مش هتخش السجن بس يلا نموت كلنا خلاص، انت مش عايز تعترف فاحنا هنموت بقى. وفي الاخر بعد ما صحيوا وما ماتوش، يعني هو في غيبوبة وهي صحيت وكانت بتلوم نفسها هي ليه عملت كده، ما اعرفش. الطفل بقى فرضنا بقى لو هنحط نظرية كده ونقول الطفل قتل، هل انت كشخص عندك 14 سنة عندك فعلا القدرة انك تقدر تحفظ كل ده، تقدر تكون بارد قوي كده مع انك لسه قاتل واحد، وتروح المدرسة وتهزر وتقعد مع اصحابك وتقعد عادي وتتفاجئ وتمثل على ابوك وامك كل ده وانت عندك 14 سنة؟ يعني مفيش طفل بقى كده. يعني هتيجي تقول لي زي ما ماما قالت عشان الاب خبى ان هو ابوه كان في السجن من هو صغير ومحدش عارف غير لما حصلت المصيبه دي واضطر يعترف، بس الموقف غير الموقف. ده طفل عنده 6 سنين وابوه دخل السجن وهو عنده 6 سنين، فرضنا هو ابتدى يبقى واعي على الدنيا هو عنده 3 4 سنين، يعني معاش مع ابوه غير سنتين وطول عمره مش عايش معاه، فالفكره مختلفه تماما. يعني هو ابن بس اتحرم من ابوه اللي ما عادش معاه كتير، فالموضوع عادي، هو بس يخبي الخلفيه بتاعته، مش ما فيش اي حاجه، مش محتاج يعني كل شويه حد يجي يساله فيكذب ويبين ان هو بيمثل كويس ولا لا، لا ده ظرف غير الظرف، ده واحد قتل وده واحد ابوه دخل السجن وهو عنده 6 سنين وما عادش مع ابوه كتير، فاللي هو ما فيش ذكريات معاه وما فيش حد يعرف وما حدش هيساله ابوك دخل السجن ولا ايه، ما حدش هيركز في الموضوع ده. يعني لو وصل لك الكلام بتاعي ان في طفل قتل عنده 14 سنه وبيخبي وعايش عادي جدا كانه سفاح ومجرم والموضوع بالنسبه له عادي ومفيش اي حاجه، وبالنسبه للاب ابوه اتسجن وعنده 6 سنين، الحاله مختلفه تماما. لو حد بيقول ان الاب زي ابنه يقدروا يخبوا، الموقف مختلف تماما. انا بس كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده، فانا في الاخر ما خدتش اجابات كتير زي ما قلت، اجابات كتير جدا ما خدتهاش، وعرفت ان المسلسل كده نهايته. انا حبيت ان دي نهايه المسلسل ان احنا مش هنعمل جزء تاني ونمط، لان عندنا لما الاقي مسلسل اجنبي وجزء واحد هو تشيرنوبل والمسلسل ده، دول المسلسلين الوحيدين في حياتي اللي شفتهم وكان ليهم جزء واحد، يعني انا ما عنديش مشكله، بس الفكره جاوب لي كام حاجه. في ناس بتقول ان في الروايه جيكوب مات، فانت لو جيت مثلا شفت وعرفت ان هو مات هتقول لنفسك طب هل هو مات فهو يبقى كده كما تدين تدان مثلا، فهو فعلا قتله في الاخر ده مات، فالاتنين ماتوا فخلاص، فكده تقدر تكتشف ان هو مات. ده لو فعلا في الرواية هو مات، انا معرفش، انا سمعت ناس بتقول كده معرفش ايه اللي حصل، بس لو كانوا موتوه كان ممكن تدي نظريات بقى وتفضل تفرض نظريات وتقول، وكانت نهاية تبقى حلوة، نوع النهايات اللي تقدر تدي فيها افكار ونظريات. اما انت كده سايبني متعلق مش عارف اي حاجة، والنهايات اللي من النوع دي بالنسبة لي دي الكريبتونايت بتاعي، دي نهاية مفتوحة ومفيش فيها تفكير زي النهاية دي، انت سايبها لي مفتوحة ومتعلقة. لو كان مات كان ممكن ادي نظريات حلوة جدا وزي الفل واقدر اتوقع. والشيء التاني اللي بيضايقني انك تحط لي شخصية ملهاش لازمة، دول اكتر حاجتين بيضايقوني في معظم الاعمال، طبعا مش في كل الاعمال بيبقى فيها كده، بس دول اكتر حاجة ممكن تضايقني في العمل، تمام؟ غير بقى التمثيل السيء والكلام ده، فانت سيبني متعلق مش عارف اي حاجة خالص. فالمسلسل كان حلو، اشوف كريس ايفنز كممثل بيمثل في الافلام طلع في مسلسل ودور مختلف تماما عن اللي انا متعود عليه، ده شيء بالنسبة لي عظيم جدا. القصة كانت حلوة لحد نص الحلقة التامة، بعد كده المسلسل يعني ما عرفوش يقفلوه، مدوه نهاية غريبة جدا، فبالنسبة لي ده اللي ما عجبنيش. ففي نهاية الحلقة أحب أسألك سؤال، هل أنت كشخص شايف إن أبل تي في بلس تقدر تتفوق على الأعمال التانية؟ لسه في ديزني طالعة طبعا ما دخلتش عندنا في الشرق الأوسط، في نتفليكس طبعا مسمعة في كل حتة، فهل تقدر تعتقد إن هي زي ما قلت أنا في أول الفيديو، لو هي عملت 5 مسلسلات في السنة بس كل مسلسل فيه بطل وفيه ممثل تقيل جدا وقصة رائعة، تقدر تتفوق؟ انا شايف ان هي تبقى رائعة جدا، ممكن تغلب اعمال كتير جدا ومنصات كتير جدا فتحت، وانا بالنسبة لي شايف ان ابل تي في بلس هتتفوق عليهم كلهم، فهل انت شايف نفس الكلام بتاعي ولا لا؟ ده كان السؤال بتاع الحلقة، ولو الحلقة عجبتكم يا ريت تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس. كان معكم محمد ايهاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.